فينا نعتبر أنه تقريباً 30-40% من المعاينة الطبية اللي منشوفها كل يوم هي بتكون سببها حب الشباب. هلأ تقريباً من هيدول الأشخاص اللي منشوفهم كل يوم 80% بيكونوا مراهقين و20% بيكونوا راشدين، وعند الراشدين الأغلب بيكونوا نساء. يعني تقريباً على 10 راشدين عندهم حب شباب، فينا نقول أنه 8 منهم هن نساء.